ذلك وزير الداخلية وكررت، واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرتوش الحي. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس. وأطلب من اللجنة المستقلة، وكرر اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد مسؤوليات كل الأطراف، كل الأطراف بدون استثناء. وتعهد الرئيس التونسي بضمان استقلالية اللجنة التي تشكلت للتحقيق في ظواهر الفساد والرشوة، وأكد حرصه على نزاهتها وإنصافها، وشدد على أن المجال مفتوح اعتبارا من اليوم في تونس أمام حرية التعبير السياسي. بالنسبة للجنة التي أعلنت عليها منذ يومين، ننظر في ظواهر الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين، باش تكون هذه اللجنة مستقلة. نعم باش تكون مستقلة، ونحرص على نزاهتها وإنصافها. والمجال مفتوح من اليوم لحرة التعبير السياسي بما في ذلك التظاهر السلمي. وقال بن علي أنه فهم مطلب التونسيين بالحق في التعبير، وقال أنه اتخذ قرارا بتحرير قطاع الإعلام بشكل كلي، وتعهد برفع جميع أشكال الرقابة على وسائل الإعلام والإنترنت. أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم، أي نعم قلت لكم أنا فهمت، وقررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله، وعدم غلق مواقع الانترنت، ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية. ومعنا من تونس أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد المعارضة. سيد إبراهيم، بأي قدر من الجدية تأخذ تعهدات ووعود الرئيس بن علي بالإصلاح، خاصة على الصعيد السياسي، التعددية ودعم الديمقراطية وغيرها؟ شكرا. احنا في حركة التجديد وحلفائنا في تحالف المواطنة والمساواة رأوا في هذا الخطاب لرئيس الدولة بداية للخروج من الأزمة إلى الانفراج ومن مخاطر الانزلاق من بداية الكارثة إلى بر الأمان. في نشرة الجزيرة للساعة السادسة كنت تكلمت عن المقابلة التي كانت لي عشية اليوم مع الوزير الأول، وعن من المشهد العام والناس عاشوا فسادا في المدينة، ويعني النار تشتعل في كل مكان، ويعني وهذا في الولايات الأخرى أيضا. هذا وضع يعني مخيف جدا، والبلاد مفتوحة على المجهول. لست أدري هل أن هذه الكلمات التي جاءت متأخرة ستطمئن التونسيين ويعني تجعلهم يصدقون هذا الكلام؟ أرجو ذلك، أنا أرجو صادقا ذلك، لكن هناك صعوبات كثيرة والوضع يتطور باتجاه سلبي جدا. نعمل على كل حال أن يؤخذ هذا القول مع حزم، وأن يتفاعل الناس معه إيجابيا، وخاصة المعارضات يتوافقوا على برنامج للإصلاح الشامل. هذا الإصلاح الذي ظل التونسيون متعطشين إليه وطالبوا به، وكانوا يسخروا منهم، وكانت الصحافة الصفراء يعني تجرمهم وتنتهك أعراضهم وتسيء إليهم. النقابي التونسي مصباح شنيب من العاصمة تونس، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من الكويت راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة. أستاذ راشد، إن كنت تابعت كلمة الرئيس بن علي، ما تعليقك على ما ورد فيها؟ كنت أتمنى أن يتضمن خطاب الرئيس علاجا حقيقيا واقعيا لما آلت إليه سياساته من هدر واسع للدماء وهدر واسع للأرزاق، سياسات الانغلاق التي قادها وسياسات والتعويل عليه هذا الامن، كل ذلك الذي قاد البلاد الى هذا الخراب. كنت اتوقع ان يتحمل مسؤوليته وان يعلن استقالته فيريح المجتمع من هذا البلاء وتهدأ الاوضاع. كان ممكن ان يعلن عن
انتخابات، عن حل هذه الأجهزة، حل البرلمان والإعلان عن انتخابات. كان ممكن أن يعلن عن عفو تشريعي عام، كان ممكن أن يعترف بكل الهيئات السياسية. أنا أعتبر أن كل الذي أعطاه الرئيس هو جملة من الوعود لا رصيد لها. يوم من جاء في 7 نوفمبر 87 أعطى وعودا مماثلة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك نحن لا نثق في هذه الوعود، ولا ينبغي للشعب أن يثق في هذه الوعود حتى يرى الواقع. لكن سيد راشد، يعني بعد كل ما جرى في تونس للأسبوع الخامس على التوالي، هل تعتقد أنه بالإمكان العودة إلى الوراء بعد ما قاله الرئيس بن علي أيضا، بعد ما شاهده وما شاهد يعني الحالة التي آلت إليها تونس، هل يمكنه الوعود بأشياء لن ينفذها وبالتالي العودة إلى الوراء إلى ما كان؟ من تطاوين الى بنزرت، ومن غرق شرق البلاد الى غربها، الشعب طالب بامر واحد او بجمله من الشعارات تدور حول قضيه واحده، قضيه الفساد وقضيه الاستبداد، ودعوه الرئيس الى ان يستقيل، الى ان يرحل ويترك البلاد لتنظم امرها ضمن انتخابات حره يشارك فيها الجميع. الرئيس اعطى فقط وعودا كما اعطاها يوم 7 نوفمبر، ولأننا يعني تلظينا اكتوينا بنار تلك الورود ورأينا الفساد والاستبداد يعم البلاد، فنحن لا نثق حتى نرى بعيوننا. لا ينبغي وعد استاذ راشد، عذرا لمقاطعتك، تحافظ على هذه البلاد. نعم، تحافظ على البلاد بدون حرب، يعني لو تمشينا خطوة استاذ راشد، ينبغي ان يستمر الضغط حتى تتحقق الاهداف. طيب، هو قال انه امر بتشكيل لجنة للتحقيق في الفساد والرشوة، وستكون لجنة مستقلة. لنتوقف عند هذه النقطة مثلا، وهي مجمل مطالب التونسيين. هو الذي سيعين هذه اللجنة، من سيعينها؟ هل سيقدر ان يحقق في عائلة الترابلسي وما نهبتهم الاموال؟ هل يستطيع أن يحقق في هذه العائلات التي نهبت البلاد؟ من سيحقق مع من؟ ما مدى مصداقية قوله برأيك؟ مستقلة للتحقيق. نعم. من أمر بإطلاق الرصاص الذي يأسف عليه؟ من أمر بإطلاق الرصاص؟ جهة واحدة أمرت بإطلاق الرصاص، هو قال قال أعطي أوامري حالا، هو مسؤول عن هذه الدماء كلها. قال أعطي أوامري حالا، كفى عنفا وكفى اطلاقا للنار، يعني كفى كرتوش كما قال بالتونسي. من امر باطلاق الكرتوش هذا؟ هل الجيران هؤلاء هم الذين ماتوا جميعا هم في ايران حتى نقول كفوا عن قتل الجيران؟ ينبغي ان يحاسب على كل هذه الارواح. ما مدى مصداقيه القول انه تم تخطيئه على مدى سنوات؟ يعني اعطي معلومات، ما مدى مصداقية قول الرئيس بن علي انه يعني خطئ بين قوسين، بمعنى انه كان تقدم له معلومات خاطئة وبالتالي لم تكن له نظرة واقعية على ما يجري حقيقة في البلاد، ما يفهم منه انه غير مسؤول على الكثير مما حصل؟ لانه كمم افواه الصحافة الصادقة، لانه منع الاحزاب الحقيقية، لانه منع اصحاب الافكار، وقرب اليه المافيوزيين، قرب اليه اصحاب المصالح الذين ينشدون في اذنيه النشيد الذي يحب. شكرا جزيلا لك الاستاذ راشد الغنوشي، حدثتنا من الكويت. ومن تونس معي احمد دونيس، الدبلوماسي السابق واستاذ العلاقات الدوليه في جامعه تونس. أستاذ ونيس، ما الذي يمكن أن يؤخذ وبشكل جدي من خطاب الرئيس زين العابدين بن علي؟ بكل إيجاز عندي 3 نقاط ممكن أستخلصها من خطاب الرئيس بن علي اليوم. أولا، أنا أرحب بالخطوات الجريئة
في لسان ذلك الرجل. وأقول لكم أنا أستقيل وأنتم شعب واعي فيكم كثير من المثقفين، يمكنكم أن تختاروا ما يجب عليكم التختار، وأنا قد خرجت وأنا رئيس، لدي حصانة ولدي امتيازات عندما أخرج وانتهت الحكاية. أما أن يأتي الآن ويقول لنا نعود إلى نقطة الصفر بعد كل التضحيات التي قدمها تونسيين مقابل وعد جدي واحد في حقيقة الأمر وهو أنه لن يترشح. نحن لا نعرف أولا إن كان سيلتزم بهذا الوعد وعلى أي امتحان. إذا لم يقع تنقيح الدستور وبقي بن علي فهناك خطر أخطر من بن علي، لأن بن علي ليس أخطر شيء في تونس. هناك أشخاص من عائلته ممكن أن يطمعوا بالسلطة، وهؤلاء أولا أخطر منه وثانيا أصغر منه وقد يتوارث الاستبداد معهم. إذا سيرة عشرات السنوات يقاسي نحن ويقاسي أبناؤنا بعدنا ألف وألف وألف. لا نقول لهذا المشروع لا من الآن حتى تكون الأمور واضحة. يمكن السيد بن علي أن يفكر بطريقة أخرى، حكومة انتقالية لمدة معينة إلى آخره تسلم فيها السلطة بعد ذلك لمن سينتخبه الشعب، هذا يمكن أن يكون أمر مقبول، هذا اقتراح ثاني ربما. أما مسألة أن يبقى لسنة 2014 بوعود مضحكة وغريبة من قبيل أنا ألتزم وألتزم وألتزم، أنا سأقول لك الآن لو أثر خطاب بن علي بالشعب وعاد إلى مساكنه ربما لن يقع قتل الشخص ربما، ولكن لو بقي الشعب في الشارع إلى مدة طويلة فبن علي نفسه الذي التزم بأن لا يقع إطلاق النار على المتظاهرين سيعود لقتل الآلاف منهم إن أصروا على حقوقهم. نحن نعرف كيف تسير الأمور، وبالمناسبة سيدتي لأنه حديثكم عن عام أو سنتين أو ثلاث، سأحدثكم عن بضعة أيام خطب بن علي وقال أن المشكلة ليست مع مناضي سلميين يتظاهرون في الشوارع، المشكلة مع منسمين إلى آخره. هذا الشخص نفسه منذ أيام قال ذلك. في اليوم الموالي خرج مجموعة من المحامين اعترضهم أعوان أمن قالوا لهم رئيسكم قال بالأمس أن مشكلته ليس مع مناضلين سلميين، وكما تعلمون نحن محامون ومعروفون تظاهرته السلمية فوقع الاعتداء عليهم بالعنف وقذف النساء منهم بأبشع النعوت، وبعد ذلك يعتقد أن هناك في تونس من سيطر. شكرا جزيلا لك محمد عبو الناشط في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا من تونس. ونذكر بما أوردناه في بداية الساعة، فقد دعا رئيس التونسي زين العابدين بن علي مواطنيه، دعاهم إلى الكف عن العنف مشيرا إلى أن الإصلاح يتطلب الهدوء. وأوضح بن علي أنه طالب أيضا وزير داخليته بالتوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، مشيرا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث والتجاوزات التي وقعت خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ 4 أسابيع. وطلب الرئيس التونسي اللجنة بتحديد مسؤوليات كافة الأطراف بنزاهة وبموضوعية. كفى عنفا، وأعطيت تعليمات كذلك وزير الداخلية وكررت، واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرتوش الحي. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس. وأطلب من اللجنة المستقلة، وكرر اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد مسؤوليات كل الأطراف بدون استثناء. إن هذا مقتطف من كلمة رئيس زين العابدين بن علي، كلمة ألقاها هذا المساء مدريد. أعتقد أنك تبعتي هذه الكلمة التي انتظرها. نعم، هذا الرجل لم يفهم أن الشعب التونسي لفظ نظامه المبني على الجريمة المنظمة، على السرقة، على الاغتصاب النساء العزل، على القتل بالرصاص. من الذي أذن بالرصاص؟ هو بن علي الذي أذن بالرصاص. اليوم يلزم هالشخص هذا يفهم أنه عنده اختيار وحيد، الرحيل، وإلا باش يرحلوا هذا الشعب ونظامه لم يبقى مقبول بالنسبة للشعب التونسي. نحن في المجلس الوطني للحريات نطالب بأن الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها في حماية الشعب التونسي، في حماية العزل، في حماية المواطنين الذين لم يعد لهم أي حماية في ظل نظام بن علي. الحماية الوحيدة اليوم يلزم المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته، الأمم المتحدة
يتخذ قرارات وعقوبات ضد نظام بن علي، وان اللي عملوه مثلا بالنسبه لايران خلي يعملوه بالنسبه لتونس. قرروا اقل من ضحايا من اللي في تونس في ايران، اخذوا قرارات في تونس اكثر من المئات اليوم عندنا ضحايا بالقتل وهم ساكتين شركاء في الجريمه. احنا عندنا مطلب وحيد، رحيل بن علي ولجنة تقصي حقائق على المجرمين الحرب وإحالة مجرمين الحرب ومجرمين اللي اليوم أطلقوا النار، اللي هو بن علي أساسا وجماعته وعصابته، أنهم يرحلوا وأنه يوقع إحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية. عن مطلب واحد، أنه يحاكم هذا المجرم الكبير. شكرا لك سهام بن سدرين، ناطقة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس، حدثتنا من مدريد.